كورونا، دولة عربية تفرض حجرا صحيا شاملا في 4 ولايات. فرضت الحكومة التونسية حجرا صحيا شاملا لمدة أسبوع في 4 ولايات بعدما تجاوزت نسبة العدوى بفيروس كورونا فيها 400 إصابة لكل 100,000 نسمة. وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الحكومة أصدرت بعد ظهر اليوم قائمة بالولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل، وهي القريوان وسليانة وزغوان وباجة. وشددت الحكومة على الحرص الشديد والسهر على تطبيق كل الإجراءات للحجر الصحي الشامل، ومنها زجر مخالفة منع الجولان وتحديد الحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19.